عن فكرة جميلة جدا قبل الهوا، وقال لي المعرض بالنسبة لنا مش بس يعني بنستفيد منه كشركات، لا ولا كمان كمستهلكين، لا كمان أنا كشخصية بستفيد، لأنه بيعتبر ملتقى توظيفي. يعني إيه ملتقى توظيفي بقى؟ يعني فكرتك الفكرة بعيدة شوية بس عجبتني. هو بس بنبص له من منظور البعيد. النهارده معظم الشركات بتبقى عارضه، بتبقى موجوده، معظم المسؤولين بتوع الشركات بيكونوا موجودين ان كان بشكل يومي او ايام متقطعه، بييجوا يبصوا على الدنيا بالنسبه لهم ماشيه ازاي، بيلتقوا مع المستهلكين، فاحنا بنلتقي بقى معاهم بحيث ان احنا موظفين في شركات اخرى، بيبدا اللي هو يقعد معانا نتعرف عليهم، نزود علاقاتنا بيهم، لو اتاحت ليه فرصه تانية لمكان تاني افضل في شغل فبنروح. فبالنسبه لنا بيبقى ملتقى توظيفي، لان النهارده بيديني اتاحات اللي انا اقدر اعرف شركات تانية يقدروا يوظفوني في اماكن تانية افضل لي. دي نقطة. النقطة التانية ان كمان ان احنا ما بنشتغلش كشركة، احنا ما بنشغلش كل الطاقة بتاعتنا كافراد بتاعتنا بس، لا احنا بنحتاج ان احنا نجيب افراد تساعدنا من بره، فدول بيجوا يشتغلوا فترة مؤقتة، فترة المعرض، فتبقى انت كمان مأهل لهم فرصة عمالة مؤقتة. فدي الفكره من ورا كلمه ملتقى توظيفي. يقدروا من بعدها ان هم يقدروا من يبداوا بعدها حياتهم يبداوا ويشتغلوا حياتهم بقى بشكل بيتاهلوا في الشركات دي. احنا شركه من الشركات بعد ما خلصنا الفتره اللي قبل رمضان دي كلمنا مع ناس منهم، تعالوا يلا احنا محتاجين ناس في الشركه، تعالوا ممكن نيجي الناس تيجي تقدم. فدي بالنسبه لنا دي مرحله كويسه، انت بتاهل نفسك اللي انت تتعرف على شركات جديده بحيث ان انت تبقى موجود فيها، تقدر تبعت لها السي في بتاعك بعد كده تتنقل من شركه لشركه، وفي نفس الوقت بتسمح لناس واجيال وشباب صغيرين لسه بادئين بيبداوا يشتغلوا ان هم ممكن يبداوا بعد ما نخلص المعرض يجي يقدموا في الشركات دي، ويبدا احنا محتاجين شباب بييجوا يشتغلوا معانا، فبتبقى فرصه ليهم، بس ما بيبقوش عارفين عن الشركه في مكان بعيد او حاجه زي كده، فبالنسبه لهم مكان زي دوت بيبقى فرصه جميله قوي اللي هو يلتقي بمعظم الشركات. تمام. يعني اكيد باشمهندس في شروط بتحكم المشاركه في هذا المعرض، مش اي شركه ممكن انها تدخل، يمكن زي ما حضرتك قلت احنا بنختار الشركات اللي ليها يعني اسم. ما ينفعش ان انا شركه عزه انا عملت شركه مع نفسي وبصدر منها رز مثلا، ما انتوش عارفين مصدر مثلا صلاحياته او زيت او ما الى ذلك، ما انتوش عارفين صلاحياته او ما لازم في معايير. ايه هي المعايير دي؟ احنا بيتم التنسيق ما بين الشركه القابضه والغرفه التجاريه، والغرفه التجاريه طبعا بتمدنا كمان بالموردين والمنتجين اللي عندها، اللي هم طبعا بيبقوا عندهم سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وناس ليهم ريبيتيشن كويس، سمعه كويسه، موجودين قبل كده، المنتج بتاعهم بيبقوا براندات وبراندات موجوده وليها اسم في السوق، دول اللي بيخشوا يشاركوا في المعرض. مش اي حد بنسمح له ان هو يكون عامل بضاعه تحتبر السيل ونقول له اتفضل خش اعرض بضاعتك بضاعه تبقى سيئه، بل بالعكس ده احنا دايما القيادات عندنا بيشددوا قوي ان يكون الصنف السلعه ده من اجود انواع اللي تعرض للمواطن، لان يعني المواطن كده كده بيدفع فلوس فلازم ياخد سلعه جيده، ما ينفعش يدفع فلوس وياخد سلعه احنا نفسنا مش راضيين عنها. بالظبط. ما ينفعش. فعشان كده بنحط الشروط ان هو يكون شركه ليه وجود وله سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وليه علامة تجارية محافظ عليها ومسجلها كمان، وفي نفس الوقت بيكون معروف لينا وبيتعامل معانا وله شغل معانا مثلا بقاله 10 سنين، حتى لو شركة جديدة أو منتج جديد برضه، واحنا بناخد لو في عينة أو حاجة بناخد العينة ونحللها ونشوفها صالحة للاستهلاك الآدمي ولا لأ. ما ينفعش إن احنا ناخد أي سلعة ونقول له اتفضل تعالى احنا هتورد أو هتعرضها في المعرض. تمام. فدي أهم الشروط اللي احنا بنبص لها. تمام.